أكلات شعبية متنوعة وفقرات ترفيهية ومسابقات للأطفال شهدها اليوم الأول من مهرجان التذوق المفتوح بمدينة بنغازي. المهرجان الذي يستمر 3 أيام يهدف وفق القائمين عليها إلى تحريك عجلة الاقتصاد في بنغازي، إضافة إلى منح فرصة لأصحاب المشاريع الصغرى لعرض منتجاتهم الغذائية. شاركنا في مهرجان التذوق، كان أول يوم الافتتاح يعني رائع، ويعني قمة في الإعجاب الزبائن، ويعني ما شاء الله يعني بنغازي إن شاء الله الخير 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 إن شاء الله. مهرجان التذوق في بنغازي لم يقتصر على مشاركة الشركات المحلية من المدينة فحسب، بل قدمت شركات أخرى من العاصمة طرابلس منتجاتها، فضلاً عن تخصيص جناح خاص لإبراز مواهب الأطفال في صناعة الحلويات والأكلات. طبعاً في أطفال أكثر وحدين فرحانين اللي مشاركوا، حسوا نفسهم أنهم كيف الناس اللي طبيعيين، داروا بيتزا وداروا كريب كيف أي شخص طبيعي. وأنا قاعد أنا في مهرجان التذوق في لقونا، والأجواء حلوة كلها. أجواء مميزة عاشها هؤلاء الزوار داخل أروقة مهرجان التذوق الأول من نوعه في بنغازي، وسط مطالبات بدعم الجهات المختصة لمثل هذه المهرجانات لتشجيع المشاريع الصغرى وإبراز المنتجات المحلية.